السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم متابعينا مشاهدينا الكرام. ما زلنا نتابع لك معكم الحالة الجوية السائدة الآن التي هي قوية على المناطق الجزائرية، خاصة المناطق الشرقية الداخلية والوسطى، أيضا السواحل الشرقية معنية بقوة وشمال الصحراء والواحات. وإليكم متابعينا الكرام المناطق والولايات المعنية، وهي 18 الولاية. إذن الولايات المعنية بقوة الأمطار وتساقط الحبات البارد بحول الله تعالى من هذه الأثناء إلى غاية الليل. المناطق المعنية ولاية الطيف، بالإضافة إلى ولاية بسكرة، ولاية المسيلة، أيضا ولاية أم البواقي، أيضا ولاية باتنا، خنشلة، ولاية بسة، أيضا ولاية قسنطينة، أيضا ولاية سقهراس وقالمة، أيضا ولاية وادي سوف، أيضا ولاية الجلفة، وأيضا برج بوراريج، وولاية أيضا بجاية جي، بالإضافة إلى سكيكدا، عنابة، وولاية أيضا ميلا. أيضا أمطار ستكون أيضا وتميز ولاية تيبازا، بالإضافة إلى مستغانم، بالإضافة إلى ولاية الشلف وعين دفلة، بالإضافة إلى ولاية المدية، بأمطار أيضا ستكون معتبرة وغزيرة جدا متابعينا الكرام، وخطر أيضا تساقط لحبات البرد وارد جدا. أيضا رياح قد تفوق 60 كيلومتر في الساعة على شمال الصحراء والواحات وجل المناطق الصحراوية والمناطق الغربية متابعينا الكرام. كل الحذر متابعينا الكرام من الاقتراب من الأودية متابعينا الكرام. سنوافيكم بكل ما هو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.